انضم لنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور لواء الركن المتقاعد عماد علو الخبير في الشؤون العسكريه والاستراتيجيه. سياده لواء دكتور عماد، اهلا بك معنا. بدايه، خلال المعلومات التي تريدكم من عند القاده العسكريين الميدانيين مما يجري على الارض في معركه الحويجه، ما اخر تطورات المرحله الحاليه من المعركه؟ ما الذي يتم تداوله من اخبار في اوساط التحليلات الاستراتيجيه والعسكريه عن ما يجري على الارض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بالحقيقة يعني المعلومات المتيسرة لدينا تشير إلى انهيار واضح وكبير في صفوف عناصر داعش الإرهابي، وهناك هروب يعني كبير بدأ قبل العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة العراقية. هذا الهروب بالحقيقة اتخذ عدة اتجاهات. اتجاه ذهب باتجاه بادية الجزيرة، وكان معظم الهاربين بهذا الاتجاه هم من الأجانب ومن العرب مع عوائلهم، والبقية هناك كان محور آخر للهروب باتجاه يعني كركوك ومنطقة الدبس باتجاه خط الصد الذي يتواجد به عناصر أو مقاتلي البيشمركة في تلك المنطقة. هذه الان اثناء المعارك او اثناء العمليات هناك انسحاب يعني لعناصر داعش باتجاه مركز قضاء الحويجه، ومن ثم هناك ايضا انسحابات اخرى باتجاه ايضا كركوك اي باتجاه البيشمركه. طيب حاليا دكتور، اللجوء اليهم فقط لتوضيح هذه النقطه الاخيره، يعني حاليا الا يعتبروا محاصرين في المعركة أم هناك منافذ يمكن لهم أن يسلكوها للهروب؟ يعني إذا أطلقنا أنه مسألة الحصار، ليس هناك حصار مطلق بالحقيقة، لأن المنطقة بالنسبة للتضاريس الجغرافية منطقة معقدة، ويعني تتخللها الكثير من الوديان والشقوق والمرتفعات والتلول والمرتفعات الجبلية، يعني تحجب الرؤية وتسهل التسلل اثناء يعني اثناء الليل او اثناء يعني ساعات الظلام، وهذا يساعد على التسلل وعلى الهروب. التسلل باتجاه اين الان؟ يعني في المرحله الحاليه مع العوائل مع النازحين، بعض عناصر داعش اندمج او تخلل من خلال النازحين وحاول التسلل والهروب الى مناطق الايواء ومخيمات النازحين، وتجري متابعة هذه المسألة من خلال قاعدة المعلومات الأمنية التي تملكها القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لتعقب هؤلاء، لأنه سيشكلون خطر في مستقبل الأيام. طيب هذا بالنسبة للذين تخفوا وهربوا مع الأهالي ويحاولون تسلل مع الأهالي، بالنسبة للآخرين الذين قلت إنهم يهربون في المرحلة الحالية إلى مركز قضاء الحويجة أو إلى باتجاه كركوك، ما مصير هؤلاء؟ هل هناك متابعة لهؤلاء وتتبع لهذه التحركات وإلقاء القبض عليهم؟ نعم، هناك تقدم القطاعات العسكرية، العملية هي متجهة والقطاعات كلها تتجه إلى مركز قضاء الحويجة لتحريره، وأيضا تبقى لدينا ناحية الرياض أيضا هناك تحرك بعض عناصر داعش باتجاهها للجوء إليها والاحتماء بالمباني السكنيه الموجوده فيها، لذلك العمليه مستمره وعمليه التحرير تتقدم بشكل واضح وهناك انتصارات كبيره، وسيتم القضاء على عصابات داعش الذين سيبقون في الحويجه اذا لم يلجوا الى الاستسلام للقطاعات المحرره. فالخيار الذي امامهم اما الاستسلام للجيش العراقي او القتل، وهذا ما طرحه القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي. طيب سؤال أخير دكتور عن الوضع العسكري والاستراتيجي للمعركة حاليا، يعني نعلم بأن المعركة في أواخر مرحلتها الثانية، ما الذي تتطلبه المعركة معركة الحويجة في الوقت الحالي بالنظر إلى كل هذه المعطيات، إلى إمكانية هروب داعش أفراد داعش كما قلت بالنظر إلى جغرافيا المنطقة أيضا؟ يعني هناك بالحقيقة يعني انتصار كبير اليوم هو بالنسبة للتحرير ناحية الرشاد التي تسيطر على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت، وهذا طريق مهم استراتيجي معبد ممكن أن يسلك عناصر داعش باتجاه الهروب إلى خارج منطقة العمليات، إضافة إلى عمليات التفاف
تقوم بها القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، خاصة محاور شرق محافظة صلاح الدين باتجاه حقول علاس، ومن ثم الدفاع بحركة إلى الشمال الشرقي، وهذا أيضا سيقطع الطريق على عناصر داعش الذين يحاولون الهروب باتجاه محافظة ديالى أو محافظة كركوك أيضا. فلذلك مسائل الهروب أو مسألة الهروب بالنسبة لعناصر داعش ستكون صعبة جدا. هم الآن في وضع حرج ومحاصرين بالنسبة للطرق المهمة والبارزة في منطقة العمليات. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا الدكتور لواء الركن عماد علو، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، طبعا لواء الركن المتقاعد. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.